أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن موجة الانتهاكات والقتل ضد الأطفال من قبل ميليشيا الحوثي وقوات التحالف. قالت منظمة سام للحقوق والحريات أن فرق الرصد التابعة لها سجلت 29 طفلا قتلوا أو أصيبوا بسبب هجمات التحالف في محافظات صنعاء والضالع وتعز. أضافت المنظمة أنها سجلت مقتل وإصابة 51 طفلا على يد ميليشيا الحوثي في تعز، قتل منهم 20 طفلا. ودعت سام المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى إدانة هذه الجرائم وإظهارها للعالم واتخاذ مواقف جادة وقوية ضد مرتكبيها. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أسباب وآثار تكرار استهداف الأطفال من قبل ميليشيا الحوثي والتحالف، دور المنظمات الحقوقية والأممية في إبراز جرائم الحرب ضد الأطفال. الأطفال ضحايا الحرب الأبرز، هكذا وصف تقرير جديد لمنظمة سام للحقوق والحريات موجة الانتهاكات التي تعرض لها الأطفال خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة. التقرير الذي رصد الانتهاكات خلال 70 يوما أشار إلى مقتل وإصابة نحو 170 منهم في محافظة صنعاء وتعز والحديدة والضالع. وبحسب التقرير فقد تحول العيد في محافظة تعز إلى كابوس مرعب بعد تعرض الأطفال هناك للقصف بقذائف المدافع العشوائية، ما أدى إلى استشهاد نحو 20 منهم 4 خلال أيام العيد وإصابة 27 آخرين برصاص قناصة ميليشيا الحوثي المنتشرة في أحياء المحافظة. التقرير حمل التحالف العربي المسؤولية عن مقتل نحو 18 طفلاً في محافظة صنعاء بعد استهدافه حياً سكنياً في شارع الرباط، بالإضافة إلى نحو 7 آخرين قتلوا بعد استهداف طيران التحالف محطة لبيع المشتقات النفطية في منطقة السويداء التابعة لمديرية ماوية بمحافظة تعز. منظمة سام أضافت أن ميليشيا الحوثي اختطفت نحو 6 أطفال من مديرية الحشا التابعة لمحافظة الضالع، حيث لا يزالون قيد الاحتجاز في الوقت الذي لا تعرف أسرهم شيئا عن مصيرهم منذ لحظة اختطافهم. مراقبون يرون أن استمرار ميليشيا الحوثي وطيران التحالف باستهداف الأطفال يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني في الوقت الذي ترقى فيها باعتبارها جرائم حرب، موجهين نداءاتهم للعالم للوقوف بجدية أمام هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها. نبدأ النقاش مع ضيفنا من فيينا، رئيس مؤسسة سام للحقوق والحرية توفيق الحميدي. أهلا بك أستاذ توفيق، برأيك ما هي أسباب تكرار حوادث استهداف الأطفال؟ أهلا وسهلا بك وبجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. حقيقة يبدو أن استمرار مثل هذه الحوادث، خاصة بعد إدراك الأمين العام للأمم المتحدة التحالف العربي وجماعة الحوثي إضافة إلى أطراف متطرفة في قائمة العار، يبدو بأن هنالك كما قلنا هنالك شحم طائفي غير مبرر لأفراد هذه الجماعات، بحيث هذا الشحن يستبيح دماء الأطراف المعارضة سواء كانوا من الرجال والنساء والأطفال. اليوم عملية استهداف الأطفال هي لبث الرعب والخوف والهلع والسكينة والأمن والاستقرار الذي يمكن أن ينعم به المجتمع. اليوم جاء عيد الأضحى، عيد الفطر المبارك في تعز، وتحول هذا العيد إلى مأتم. كثير من الأسر بدل أن تحتفل بأبنائها تحولت هذه الأسر إلى أحزان. هذا هو الهدف الأساسي الذي تريده هذه الجماعة، تريد أن تنشر الدمار والخوف والرعب في كل البيوت أو في كل المناطق التي لا تخضع لسيطرتها على وجه التحديد. إضافة إلى أن هذه الجماعة تريد أيضا أن تظهر سطوتها وجبروتها بحيث تزرع الخوف في الأطراف المقابلة على حد سواء، إضافة إلى أنها غير عابئة بكل وضوح، غير عابئة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية. طيب نشرك أيضا معنا بالنقاش من عدن المحامي حسين المجدلي. أهلا بك أستاذ حسين. طيب أعود للأستاذ توفيق. أستاذ توفيق، بالنسبة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، هل لها دور في الحد من استهداف الأطفال وإبراز هذه الجرائم بحق الطفولة؟
طبعا اليوم لا يوجد لأطفال اليمن حقيقة من مساند أساسي إلى المنظمات الدولية. اليوم كما قلت لك هنالك كان حراك قوي من منظمات مجتمع مدني ومنظمات دولية، دفعت الأمين العام للمتحدة أن يدرك جماعة الحوثي وأيضا التحالف ضمن قائمة العار المتعلقة بالطفولة، لكن هذه قائمة العار يجب أن تذهب إلى أكثر من ذلك، يجب أن يكون هنالك تحرك قضائي واضح ضد أطراف واضحة ومحددة خاصة فيما يتعلق بالطفولة، لأن اليوم الأطفال لها اعتبارات خاصة ومكانة خاصة حتى في القانون الدولي، هنالك اتفاقية خاصة بالطفل وهنالك مجموعة من القواعد التي توفر الحماية اللازمة لهؤلاء الأطفال، وبالتالي اليوم ما نشاهده سواء في جميع محافظات الجمهورية أو تعز على وجه الخصوص الذي كان لها نصيب الأسد ما يقارب 52 طفلا خلال 70 يوما منهم 8 بالقناصة أو 27 جريح، يجب أن يتحرك المجتمع الدولي بكل وضوح، يجب أن تكون هنالك قوائم إدانة واضحة لأطراف محددة بالاسم بحيث يبدأ الملاحقة القضائية لمثل هؤلاء، يعني لا توجد أي مبرر أن يكون هنالك قناص ويرى طفل صغير يجري في الشارع ثم يستهدفه بصورة عمدية مع سبق الأسرار والترصد بقتله إما في الرأس أو في الصدر أو في أماكن قاتلة، بمعنى أن الإصابات المرصودة ليست في أماكن بعيدة في الرجل أو في اليد وإنما في أماكن قاتلة لتؤكد أن هنالك عمليات ممنهجة وربما تعليمات مسبقة على إطفاء شعلة الحياة في هذه المناطق بما فيهم الأطفال، وهذا أيضا على كافة الأصوات الحرة بما فيها أيضا مسؤولية تحملها الحكومة وغيرها ب يعني إظهار هذا الملك والتحرك فيه بقوة أمام المجتمع الدولي لحماية أطفال اليمن. طيب، جرائم الاستهداف ضد الأطفال في تعز في فترة العيد، هل صدرت أي مواقف رصدتوها أنتم في منظمة سام من قبل المنظمات الدولية؟ هل هناك أي اهتمام بهذه الحوادث؟ هنالك أحيانا يبدو أن صدر قبل فترة تقرير إعلامي في أحد الصحف الفرنسية عن حالة الرعب الذي تحدثها القناصة في تعز، وهنالك تقارير تأخذ على طابع الشمولية بمعنى الجرائم التي تستهدف الأطفال بسبب الطيران والقذائف العشوائية إلى غير ذلك، لكنها تكون متباعدة. اليوم خلال 3 أشهر لم نرصد حتى الآن موقف قوي. اليوم استهداف الطفولة في تعز منذ بداية عيد الأضحى المبارك تقريبا بشكل يومي، اليوم بعد أن أصدرنا تقريرنا هنالك اليوم رصد جديد لقذيفة عشوائية سقطت على أحد المنازل، الصور التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي لأطفال وهم مبرخين بالدماء، هذا يضع اليوم المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدول الحقوقية كلها اليوم على المحك، ما الذي يجري في تعز؟ لماذا هذا الصمت؟ لماذا لا يتم التحرك بصور ليس فردية فقط وإنما حتى بصورة جماعية؟ يجب أن يكون هنالك صوت حقوقي قوي وواضح من قبل كافة المنظمات، من قبل الأطراف الدولية المعنية، من قبل المشرفين على اتفاقية ستوكهولم بما فيهم جريفيث على وجه الخصوص لوقف مثل هذا النزيف والضغط بصورة واضحة. كما قلت لك اليوم لا يمكن نتحدث عن ضغط حقيقي بدون تحريك ملفات جنائية وقضائية جادة ضد المتورطين والمتسببين في هذه الجرائم. طيب، تبقى معنا أستاذ توفيق ونشرك معنا بالنقاش من عدن المحامي حسين المجدلي. أهلا بك أستاذ حسين. تسمعني بشكل واضح أستاذ حسين؟ الصوت بعيد، يعني لو يتم تجاوز هذه الإشكالية لاحقا. طيب أستاذ حسين، تعليقك حول استمرار استهداف الأطفال في اليمن. وكانت
تحسب عدد الامتيازات اللي تاخذ منها الحائط، طبعا عدد الامتيازات اللي كانت تحصل أستاذ حسين المجدلي، يبدو أن الصوت غير واضح، أعتذر منك، شكرا جزيلا لك من العاصمة المؤقتة عدن. ينضم الينا من اسطنبول الناشط الحقوقي محمد الاحمدي. اهلا بك استاذ محمد. مرحبا بك اخي سامي، اهلا. تعليقك استاذ محمد بدايه حول استمرار استهداف الاطفال. في الحقيقه اخي العزيز، على مدى 5 سنوات من هذه الحرب كان الاطفال هم على راس قائمه الضحايا خلال النزاع المسلح، سواء من طرف الحوثيين وهجماتهم العشوائيه على الاحياء السكنيه والقصف على المنازل، وحتى القنص المباشر الذي يطال الأطفال والنساء، أو من خلال هجمات الطائرات التابعة لقوات التحالف في اليمن على امتداد الخارطة الجغرافية في اليمن. كان هناك ضحايا أطفال خلال الهجمات التي تشنها مقاتلات التحالف. هناك استهتار واضح في الحقيقة بمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد الاشتباك خلال هذه العمليات، ولكن المؤسف أنه الأطفال هم الضحايا الذين يعني يحظون بالنصيب الأوفر من الاستهداف خلال هذه الحرب. في القانون الدولي الإنساني النساء والأطفال هم الفئات الأشد ضعفا، ولذلك حرص القانون الدولي الإنساني على حمايتهم خلال النزاعات المسلحة، لكن أطراف الحرب في اليمن تمارس استهتارا واضحا بمبادئ القانون الدولي، وكان هناك ضحايا ويتصاعد أرقام الضحايا أيضا خلال العمليات العسكرية. ناهيك أيضا عن الآثار الأخرى المترتبة على الحرب الدائرة في اليمن، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي وانتشار الأوبئة والأمراض. كان الأطفال والنساء أيضا الفئات الأشد ضعفا في المجتمع، هم على قائمة أو على رأس قائمة ضحايا هذه الكوارث الناجمة عن الحرب. طيب تبقى معنا أستاذ محمد، أعود مرة أخرى للأستاذ توفيق. أستاذ توفيق، لماذا إذا العالم يصمت أمام جرائم الميليشيا العديدة بحق الأطفال في اليمن؟ العالم اليوم يبدو أنه يغلب الجانب السياسي بصورة كبيرة على الجانب الإنساني والجانب الحقوقي. اليوم المبعوثين الدوليين الأمم المتحدة تحاول أن تظهر كطرف نزيه، وبالتالي تحاول أن تمسك العصا من الوسط على حساب للأسف الشديد الضحايا والأطفال الذين يقتلون أو يصابون في اليمن. اليوم لا يوجد أي مبرر حقيقي لمثل هذا الصمت. طبعا نحن لا ننكر أنه بين الفينة والأخرى يحاول المجتمع الدولي أن يتحرك، أن يعلي صوته على الأقل من باب إسقاط الواجب، لكن هذا التحرك غير كافي. اليوم اليمنيين مدركين تماما أن هنالك ضغط باتجاه معين لكنه غير كافي. سياسة مسك العصا من الوسط، محاولة تحقيق إنجازات سياسية من خلال المفاوضات أو الحرص على عدم فشل المفاوضات على حساب الضحايا الذين يسقطون في الميدان، هذا غير مبرر مطلقا. إضافة إلى أنه يوجد هنالك باعتقادي لوبيهات ضاغطة تعمل لصالح جماعة الحوثي بصورة أو بأخرى، وتحاول أن تخفف من حجم هذه الكارثة وعدم إظهارها بالصورة الحقيقية، وهم يستمعون لهم بآذان صاغية للأسف الشديد. أشكرك جزيلا أستاذ توفيق الحميدي من فيينا، رئيس منظمة مؤسسة سام للحقوق والحريات. أعود للأستاذ محمد الأحمدي من اسطنبول. أستاذ محمد، كيف تقيم دور المنظمات الأممية في التعاطي والتعامل مع ملف استهداف الأطفال في اليمن؟ للأسف الشديد أخي العزيز، هناك قصور واضح في أداء المنظمات الدولية. المجتمع الدولي بكل أدواته التي يفترض أن تكون حارسا أمينا على القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لم تقم بواجبها كما يجب في حماية المجتمع اليمني عموما وخصوصا الأطفال. هناك في الحقيقة العديد من القضايا المهمة التي لا يبدو أنها مرئية على الأقل للعديد من المنظمات فيما يتعلق بالطفولة في اليمن ومعاناتها
على سبيل المثال نتحدث عن الألغام المنتشرة بشكل واسع من قبل ميليشيا الحوثيين في الكثير من المناطق التي دخلتها هذه الميليشيا ثم تركتها وراءها قبل أن تخرج من تلك المناطق. الأطفال والنساء على رأس الضحايا الذين يسقطون خلال انفجار هذه الألغام والعبوات الناسفة. ولكن أيضا لا نجد أي جهد من قبل المنظمات الدولية بما في ذلك الوكالات التابعة للأمم المتحدة لوضع معالجات لحماية الأطفال من الألغام. ناهيك أيضا عن استغلال الأطفال في الحرب والزج بهم في جبهات القتال. ميليشيا الحوثيين حولت مناطق سيطرتها إلى ساحات استقطاب للأطفال واستدراجهم ثم تعبئتهم بالثقافة الكراهية والعنف والزج بهم إلى الجبهات للقتال. هذه القضايا في الحقيقة غير مرئية على الأقل للمجتمع الدولي، وهناك غض طرف واضح عن هذه المشاكل الكثيرة والخطيرة التي تمس الطفولة في اليمن وتعرض حياة الآلاف من الأطفال للخطر. ناهيك أيضا عن أن الكثير من الأطفال، مئات الآلاف تتحدث التقارير الدولية، تركوا مقاعد الدراسة بسبب هذه الحرب، إما بسبب تحول المناطق التي يعيشونها إلى مناطق صراع أو تحول المدارس التعليمية إلى سكنات عسكرية للميليشيا الحوثية، وبالتالي اضطر الطلاب إلى ترك مقاعد الدراسة. إذا نتحدث عن كثير من القضايا والملفات المتعلقة بانتهاكات الطفولة في اليمن، ولكن بالمقابل هناك غياب واضح أو قصور كبير في المجتمع الدولي، وربما أيضا الحكومة الشرعية بالتأكيد تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية لأنها لم تقم بواجبها كما يجب. هناك إخفاقات كبيرة في العديد من الملفات بما في ذلك ملف حقوق الإنسان بشكل عام والانتهاكات التي تطال الأطفال في اليمن. الحكومة الشرعية لم تقم بواجبها كما يجب إزاء هذا الملف. التحالف أيضا رغم إمكانياته الكبيرة لم يستطع توفير الحماية للأطفال في اليمن إلا من خلال بعض المشاريع البسيطة والتي أيضا لا تلبي الاحتياجات اللازمة. على سبيل المثال عندما نتحدث عن برامج تأهيل الأطفال الذين زجت بهم ميليشيا الحوثيين في الحرب بدعم من التحالف، لكن هذا البرنامج وهذا المشروع لا يزال مقتصرا فقط على محافظة مأرب، بينما لا تزال المحافظات الأخرى التي يعني تتواجد فيها الميليشيا الحوثيين أو تسيطر عليها أيضا يتم استقطاب الأطفال والزج بهم في جبهات القتال. إذا نتحدث أخي العزيز عن قصور كبير وغياب أيضا لدور المجتمع الدولي وللحكومة الشرعية وللتحالف في ظل هذا القصور بالنسبة لموقف الحكومة، هل هناك مجال للحكومة أو مساحة من خلالها يمكن لها أن تنتصر لحقوق الأطفال؟ أعتقد أنه القصور يعود أساسا إلى ضعف أداء الحكومة الشرعية طيلة السنوات الماضية من الحرب. لم يكن هناك أي آلية لتقييم أداء الحكومة في كافة الملفات سواء على الصعيد العسكري أو على الصعيد الخدمي للمواطنين وإعادة تصفية الأوضاع في المناطق المحررة أو حتى على المستوى الدبلوماسي والإعلامي. هناك قصور واضح أيضا في الجانب الحقوقي. وزارة حقوق الإنسان لم تقم بواجبها كما يجب إزاء العديد من الملفات التي افترض أن تكون هناك معالجات على الأقل آنية وعاجلة لحماية ما يمكن حمايته من حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الطفولة خصوصا. نتحدث أيضا عن غياب آليات رقابة لأداء الحكومة طيلة هذه السنوات الماضية، فساد مستشري وقصور كبير للمسؤولين خصوصا الوزراء يعني عن أداء دورهم كما يجب في الملفات التي يفترض أن يكون هناك حالة استنفار لكل طواقم الحكومة اليمنية الشرعية لإنجاز يعني نجاحات على أرض الواقع. لكن للأسف الشديد غياب الحكومة أولا عن
يعني عن الواقع، عن الأراضي التي يفترض أن تكون موجودة فيها العاصمة المؤقتة عدن، يفترض أن يكون كل طاقم الحكومة موجود في في العاصمة المؤقتة عدن ويباشر مهامه ويطلع على كثير من الملفات والمشاكل الموجودة على الأرض ويقوم بمعالجتها. أما أن تبقى الحكومة مهاجرة خارج البلاد واليمن يتشظى ويعاني الكثير من الإشكاليات في كافة المجالات لا سيما الملفات الحقوقية، فأعتقد أنه سيظل الوضع كما هو عليه للأسف الشديد. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد الأحمدي ناشط حقوقي، كنت معنا من إسطنبول، وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة من زوايا الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج الحلقة عبد الرقيب الأبارة، في أمان الله.